موعد الرياضة على إكسبريس اف ام. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى لما 3:30. أكيد نحكيو على مقابلات الرابطة الأولى وجديد في الأولمبي البيجي. خالد بن يحيى مدرب جديد للفريق، أكيد التفاصيل الكل باش ناخذوها من عند مراسلنا في بيجا علي توكيبري. علي أهلا بك. مرحبا بك سيدي، ومرحبا بكل متابعينا أين ما كانوا على إكسبريس اف ام. تفضل علي. اي خالد بن يحيى وقعت عينه. صحيح اسلام، باش نعطيك تفاصيل وشنو صاير في بيجا وشنو صاير في الاولمبي البيجي. يوم امس كنا عنوانا على اكسبريس اف ام مفتاح في مهب الرياح، بعد ما فردنا يوم امس بان مباراه الترجي ستكون الاخيره لشيك المفتاح على راس الاطار الفني للاولمبي البيجي، نؤكد اليوم خبر اقاله كل من شيك المفتاح كمدرب اول، المساعد حافظ الجيتوني، وياسين النهدي المعد البدني، مع تثبيت خالد الخلفي كمدرب حراس. قرار إقالة مفتاح كان بعد الهزيمة أمام نادي بنزرتي، حيث اتصلت هيئة الأولمبي البيجي بجلال القادري الذي امتنع بحجة دراسة بعض العروض الخليجية لتتأجل الاستقالة ولو بعد حين، حيث قدم الفريق أداء محتشم في تنقل مصطفى بن جنات ثم الهزيمة الثقيلة أمام الترجي وهي الأولى في تاريخ النادي بتلك النتيجة 4-1 في الكميتي. هذاك ما خلى تغيير الإطار الفني ضروري لسوء النتائج والأداء بعد 3 هزائم متتالية كان فيهم الفريق خرج الموضوع تماما. هيئة البيجية وضعت على الطاولة عدة أسماء من أبرزهم شكري القدوي وشهاب الليلي الذي كان قريب جدا من تدريب الفريق، لكن الصفقة تسقط في الماء جراء عدم التفاهم على المستوى المادي. ليستقر منذ قليل قرار تعيين خالد بن يحيى على رأس الإطار الفني للأولمبي البيجي، والذي سيباشر أول حصة تدريبية اليوم بالملعب الفرعي للمنزه قبل التحول إلى بنكرتيل لمواجهة اتحاد المكان. الشارع الرياضي ببيجا البعض مؤيد لهذا التعيين والآخر رافض التغيير ويعتبر أن بعض اللاعبين هم السبب الرئيسي في تراجع الأداء. لننتظر حقيقة الميدان الذي سيكون الفيصل لتقييم اختيارات هيئة البيجية من جهة واختيارات بن يحيى من جهة ثانية. وقتاش يبدأ اليوم؟ وقتاش لونترينمون عليه؟ اوبرسيف بدات حصه تدريبيه في الملعب الفرعي للمنزه قبل التحول الى ملعب حي المطار لمواجهه اتحاد بنكردان. اتحاد بنكردان متعادل مع ملعب التونسي توا، مباراه مش تكون صعيبه اسلام. فريق نعرف انه في بيجي يلعب خارج بيجا خير في ميدانه ومازال ينتظر في اول انتصار. وكما قلت لك اسلام، تغيير الاطار الفني هناك في الشارع الرياضي ببيجا بين مؤيد وبين رافض. العديد يعتبر انه اللاعبين هم يتحمل المسؤوليه، والبعض الاخر يعتبر انه اختيارات فنيه منذ بدايه الموسم لم تكن في محلها لشيك المفتاح. فما نقطه نحب ناكدوا عليها، تثبيت خالد الخلفي كمدرب حراس، مدرب عنده مدرب حراس معروف خالد الخلفي ابن النادي، ما نشكوش في الخدمه نتاعه وفي كفاءته. كنت اتصلت به وكان اكد لي انه تم تثبيته باش يبقى مع مش يخدم مع خالد بن يحيى، وأنه قرار تعيين تعيينات اللي يقوم بهم مدرب شيك المفتاح هو من يرجع له القرار، هو اللي يعين الحراس، وبالتالي مدرب الحراس ما كانش عنده رأي جوست حضر اللاعبين كاو، خاطر نعرفوا اسلام انه في المواد الاخرى برشا ضغط على الحراس، قيس عمدوني ومدرب والحارس نصر الهمامي هما كانوا قاموا بمهمات كبيره خلاهم الفريق يخسر برشا نقاط. على مستوى الافكتيف علي، نعرفوا الميركاتو حل في تونس اليوم، هل فما انتدابات جديده في الاولمبي البيجي؟ هل فما ملاعبين خارجين ولا لا؟ صحيح اسلام، ضروري جدا انه الاولمبي البيجي باش يقوم بعض الانتدابات. علاش؟ خاطر فما نقص في الخطوط الثلاث، وبالتالي الفريق كان استكمل الانتدابات نتاعو القانونيه، وبالتالي ما عنده حتى حل الا باش تنفسخ عقود بعض اللاعبين وخاصه الاجانب. فما بعض الاتصالات مع مهاجم من مالي، وهناك وسط ميدان كونغولي، هذوما لاعبين معناها وصلوا لبيجا في مفاوضات مع الهيئه الاولمبي بيجي في انتظار تعيين اليوم خالد بن يحيى. نعرف انه مدرب جديد باش يجي، لازم يجي تشوف الفكتيف، زيد يقرا اللاعب ويشوف شنو هو معناها الاختيارات نتاعو، شنو هو ستيل الجو نتاعو، شنو هو التكتيك نتاعو، وبالطبيعه مش يستقر هو مش ياخذ الراي باش يجيب لاعبين اللي مش يعاونوه. ننتظر اسلام. هناك ايضا بيفو او اكسيال من فريق فرع ليه الحديث في الاونه الاخرى،
معناها هناك فما بعض الانتدابات، والانتدابات هذه مربوطه بوصول المدرب الجديد اللي هو خلف بن يحيى، اللي هو مش يكون عنده كلمه اخرى في الاختيارات نتاعو. فما اسماء تونسيه متروحه قاعدين يديروا فيها في بيجا؟ اسماء على مستوى اللاعبين او اللاعبين بالطبيعه؟ اي موجود لاعبين كما قلت لك اسلام. ثم كل اسماء علي، اعطينا اسماء اعطينا اسماء. واحد فريق فرع الحديد في الاول والاخر موش قاعد ينشط قراب جدا من بيفو اكسيال، اللي هما اللي هما اسلام مازال هناك مفاوضات متقدمه، والفريق فرع الحديد في الاول والاخر. هذا فاش مقبول. اي الشاب هنا الشاب تحكي على اي الشاب. ننتظروا نجيب لي وقت اسلام باش الاخبار يبدا صحيح. بالطبيعه احنا في اكسبريس نعطيو الاخبار ديما مصداقيه في تبدا الاخبار اوفيسيال. باهي، فهم لاعبين باش تغادر ولا خالد بن يحيى هو باش ياخذ ديسيزيون؟ لا ثم لاعبين مش يغادروا اسلام. مثلا ثم لاعبين مش يغادروا، الهيئه المديره زاد معناها عندها زاد راي بالطبيعه، مش يكون عندها راي، الراي الاول والاخر بيشجع المدرب، لكن ثم لاعبين عندهم فقط مش الإضافة. وبطبيعة إسلام فما الأولمبي الباجي استوفى الانتدابات نتاعو القانونية، ما عنده حتى حل إلا باش يفسخ بعض العقود للاعبين اللي فقط مش الإضافة. اللاعبين هذوما الكل يعرفوا مش راضي في باجا وغير فرصتهم أكثر من لازم. إيه شكون علي أعطينا أسماء، شكون أقرب للمغادرة؟ إسلام الأسماء ديما تبقى مطروحة حسب اختيارات المدرب. متفاهمين. ممكن حسب الأداء أيضا. جاك بيسون قريب ممكن ياسر، بما أنه هناك لاعب كونغولي في بيجا ورأس حربة، الأولمبي البيجي مفروض عليه باش يتم فسخ عقد جاك بيسون. ننتظروا القرار اللي باش ياخذوه خالد بن يحيى. اللاعب الليبي الدولي الليبي محمد سالم سولا شفناه البارح في اداء محتشم جدا. كارثي مش محتشم جدا. اداء كارثي كان. اي تفضل علي. نعم. تفضل اي علي. اداء كارثي. نعم اداء كارثي. وهذاك ما خلى معناها الشارع الرياضي في باجه هنا يقوم بالضغط على الهيئه المديره وعلى شيخ المفتاح على الاختيارات الاخيره. اختيارات نجم يعتبر انه من 10 لاعبين هناك ثلاثه او اربعه لاعبين قدموا الاضافه. الفريق في حاجه ملحه الى بعض الانتدابات لتغيير روح الفريق، لتغيير الاجواء، وان شاء الله القادم افضل. الاولمبي باجي عنده تنقل صعيب في مرحب حي المطار بمجال اتحاد بن كردان، ثم سيستقبل النادي الافريقي ومن بعدها النجم الساحلي وبعدها متاخره مع السياسات. هذا من زوز اجانب، فما توينسا ايضا باش يغادروا الكلام عليهم فما ولا مازال؟ بعض اللاعبين توانسة مش يقادروا اسلام. هناك بعض الاتصالات مع اللاعبين، فما برشا لاعبين برزوا مع الاولمبي باجي اللي باش يخرجوا، مش عندهم برشا اتصالات. اما ناكد لك انه هو اكثر لاعب في الاولمبي باجي مطلوب حاليا هو كثر عليه الحديث في الاونه الاخرى الهذلي، مراد الهذلي. مراد الهذلي سيواصل مع الاولمبي باجي. ناكد لك اسلام انه مراد الهذلي مازالوا موسم على الاولمبي باجي وباش يكون باجي هذا الموسم. واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة على تكابري مراسلنا في بيجا على كل هذه التفاصيل اللي تتابعها بخصوص المدرب الجديد الاولمبي البيجي خالد بن يحيى، ايضا اللي باش مهامه في اللحظات هذه خلفا الشاكر المفتاح اللي وقعت اقالته يوم امس بعد الهزيمة ضد ترجي 4-0. نعطيكم النتائج لحد الان الوقتية، فما مقابلة الملعب التونسي واتحاد بن قردان انتهت بالتعادل السلبي دون اهداف. ايضا بالنسبة لبقية المقابلات، النجم الساحلي متعادل مع جي اس كا في القيروان 1-1، اتحاد تطاوين منهزم قدام مستقبل سليمان 1-1، مستقبل رجيش ايضا متقدم ضد سي ا بي 1-1. هذم الى حد الان النتائج في الميتون بطبيعة، مقابلات رجيش وتطاوين كيف سليمان متقدم على تطاوين 1-1، هدف حمزة السيد في الدقيقة 18 من المقابلة، ونهاية كما قلت مقابلة الستاد واتحاد بن قردان بالتعادل السلبي دون اهداف. مطلفة تبدا مقابلة القمة بين الكلوب والويسمو. فاصل موزيكا ثم فلاش بورس بعد شوية، وبعد مكملين في البلاي.